طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، طبيبة روسية تستعيد منزلها في عدن بعد أعوام من نهبه. خنادق للميليشيات قرب نقاط مراقبة في الحديدة. وفي أخبارنا المنوعة، قرية تزرع 111 شجرة لكل امرأة تولد فيها فتاة. أهلا بكم. حولت ميليشيا الحوثي المناسبات الدينية إلى موسم لكسب الأموال ونهب الممتلكات، وآخر ما أقدمت عليه حدث في محافظة المحويت وفقا لموقع صحوانت. ألزمت عريسا في المحويت بدفع قسط من الرفد لصالح المولد النبوي. وأقل الموقع أن ميليشيا الحوثي أجبرت عريسا بمحافظة المحويت على دفع مبالغ مالية من الرفد دعما لفعاليتها السياسية المولد النبوي. وقال الموقع أن الميليشيا اقتحمت عرسا في مديرية ملحان وأجبرت العريس على دفع مبالغ مالية مما تحصل عليه من ضيوفه لصالح دعم احتفالاتها بالمولد النبوي. وأشارت المصادر إلى أن هذا التصرف أثار حالة من الاستياء في صفوف ضيوف العرس والأهالي، وأن الميليشيات تنهب البسطاء باسم الاحتفال بالمولد. لم يسلم شيء في عدن من النهب حتى منزل طبيبة روسية معروفة في عدن، فما إن غابت عن منزلها حتى احتله أحد المتنفذين الجدد. وفقا لموقع عدن الغد، فقد بذل أمنيون جهودا كبيرة لإعادة المنزل. وقال الموقع إن الطبيبة ماريا فلاديمير الحداد ثمنت دور الأمنيين في قطاع الخضراء بعد أن استعادوا لها منزلها الذي كان تحت سيطرة أحد المتنفذين. وقال الموقع أن جهودا كبيرة بذلت من أجل استعادة منزل الطبيبة الذي كان تحت سيطرة متنفذين أو متنفذ بمدينة الخضراء، وقاموا بإخراج المتنفذ وأعادوه وأعادوا المنزل لماريا على الفور. واعتبرت الطبيبة عودة منزلها لحظة ستظل عالقة في جدار ذاكرتها. اتفاقية تحد من الصراع أم تؤجله؟ يتساءل جمال حسن في مقاله المنشور في موقع المشاهد نت حول اتفاق جدة المزمع الإعلان عنه قريبا. ويضيف الكاتب ثمة عادة يمنية عند حدوث اتفاق سياسي سرعان ما ينتهي بالالتفاف عليه، ثم إن الأزمة والحرب خلقت أسوأ نخبة سياسية في اليمن، كل اهتمامها الحفاظ على مصالحها، وعند كل اتفاقية تراعي تلك المصالح، وهو ما سينعكس على آلية تنفيذ اتفاقية تبدو إيجابية بصرف النظر عن سلبياتها، فإنها يمكن أن تكون بداية لصفحة سياسية جديدة يمكن التأسيس عليها وتجاوز أي سلبية خلال مرحلة انتقالية. بالعودة إلى بنود الاتفاقية، هناك نص يتحدث عن توحيد الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار في اليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى أنه سيتعين على الحكومة إشراك المجلس الانتقالي في مشاورات الحل السياسي لإنهاء انقلاب الحوثي. وهذا ما يثير تساؤلاً حول ما إن كانت الاتفاقية مع المجلس الانتقالي تمهيداً لاتفاقية تشمل الحوثيين. من الناحية العسكرية والأمنية، تتضمن الاتفاقية دمج التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي تحت وزارة الدفاع، وكذلك القوات الأمنية ضمن وزارة الداخلية، لكن هذا الدمج سينحصر فقط في كشوفات الرواتب، بينما ستظل تلك التشكيلات حاضرة في ولاء متعارض يتبع أطرافاً معينة، وهي الصيغة التي فرضت نفسها على طبيعة الحضور العسكري والأمني التابع للحكومة، إذ تتبع أطرافاً سياسية أو سلفية. والسؤال إن كان سيشمل هذا الدمج الألوية التابعة لطارق محمد عبد الله صالح، أو أنها مسألة مرحلة إلى أزمات قادمة تنتظر الوضع السياسي في اليمن. عدا أن المضامين المتفق عليها لا تبنى على تعميق القواسم المشتركة، أي أن تفرض حضور سلطة سياسية تكفل للجميع حق المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي، إنما تغوص في تفاصيل متشعبة وجانبية تشوش المسار السياسي. كما أن هناك شكوكاً حول أن تمضي العلاقة بين الحكومة والمجلس بصورة طبيعية ودون التباس ومماحكات، إذ إن بقاء الطرفين دون اندلاع مواجهات يضمنه التواجد العسكري للتحالف،
وكل الإجراءات سيتم تنفيذها تحت إشراف كامل للتحالف. وبعيداً عن طبيعة التحولات السياسية التي ستنشأ من خلالها صورة للمجلس كطرف فاعل في أي اتفاق قادم، فإن التحالف يبني مشروعية تواجده العسكري والسياسي في اليمن على مجموعة أزمات، إحداها التعارض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال الجنوب، أي بقائه كضامن لاستمرار السلام. كثيرة هي المآسي والأزمات التي تتوالى على مئات النازحين شمال محافظة حجة، لكن يبدو أن أزمة شح المياه وتلوث المتوفر منها هي المعاناة الأصعب في مخيماتهم. ويعنون موقع المشاهد نت: نازحو حجة يقضون ساعات للحصول على شربة ماء. يفيد الموقع أن مشكلة المياه تتفاقم مع ازدياد عدد النازحين في مناطق متفرقة من مديريات حرض وحيران وميديا الحدودية مع السعودية بعد اقتراب المعارك من مساكنهم وافتقارهم لوسائل النقل، إلى جانب الحر الشديد الذي تشهده المناطق التهامية. عبد الطيب أحد النازحين في قرية الجعدة الرابطة بين مديريتي ميدي وحيران، هو في 40 من عمره، يشكو من تفاقم معاناته في توفير المياه لأسرته بشكل يومي. ويقول الطيب إنه يضطر لحمل الأوعية البلاستيكية الثقيلة على ظهره كل يوم ينطلق فيه لتوفير عصب الحياة. مع بزوغ شمس كل يوم ينطلق هاشم ربيع 12 عاما برفقة أخيه الأصغر بحثا عن لترات قليلة من المياه لسد رمق أسرتهما النازحة في قرية الزين بمديرية حيران منذ نحو عام. يقول ربيع إنه اضطر للذهاب إلى الخزان الذي يبعد عن قريته قرابة كيلومتر، والانتظار هناك مع الكثير من أبناء النازحين حتى يحين دوره لتعبئة الأوعية البلاستيكية الخاصة به والعودة إلى مأواهم قبل الظهر. ويضيف أن المسافة قد تأخذ نصف ساعة مشيا على الأقدام، فيما يستمر الانتظار وتعبئة أوعيته البلاستيكية حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات قبل أن يعود أدراجه في نصف ساعة أخرى تحت أشعة الشمس الحارقة. وفي بعض الأيام لا يجد ربيع مياها في ذلك الخزان، ما يضطره للذهاب إلى إحدى مضخات المياه الخاصة بالمزارعين لتوفير الماء لأسرته، ويعود بلا ماء في كثير من الأحيان. في هذا الحال فإنه يعاود الكرة مرة أخرى بعد تناول وجبة الغداء ليبحث مجددا عن أماكن للماء. أعلنت جماعة الحوثيين نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام 2018-2019 في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بعد نحو شهرين على انطلاق العام الدراسي الجديد. وعنون موقع المصدر أونلاين: بعد شهرين من بدء العام الدراسي الجديد، سلطات الحوثيين تعلن نتيجة الثانوية العامة. وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء، فقد تجاوزت نسبة النجاح 84%، وكانت الامتحانات النهائية شهدت تجاوزات كبيرة وشاع الغش على نطاق واسع، فيما منحت شهادات بنسبة عالية لمقاتلين في الجماعة لم يحضروا قاعات الامتحان. وشهد قطاع التعليم تدهورا ملحوظا في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية، والتي أطلقت عاما دراسيا جديدا في مناطق سيطرتها في ظل ظروف سيئة يعيشها المعلمون الذين يدخل عليهم العام الخامس بلا رواتب، فيما تستغل الجماعة هذه الظروف لاستبدال المعلمين بآخرين موالين لها. احذروا العربي القلق، احذروا العربي المقلق. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المشهور في صحيفة الشرق الأوسط. يجلس مدير المخابرات حائرا في مكتبه، واجبه يقضي بأن يطلع الرئيس على الوضع في البلاد وأن يقترح أفكارا للخروج من المأزق. يستحسن تفادي الكلمة التي تزعج الحاكم وتوحيله أن الأبواب موصدة ولا يمكن فتحها إلا بتنازلات جدية. يفتح مدير المخابرات يديه، هذا العالم انتهى، إذا استدعى الجهاز مراهقا وعاجله بصفعتين تهب الصحف والشاشات والمواقع. ثمة مجرم خطر دخل المعادلة بلا استئذان، يسمونه الهاتف الذكي. قلص سلطة الأهالي على أبنائهم وقلص سلطة الدولة على أبنائها. أصعب مواطن في الجمهورية يسجل ويصور ويرسل كشاهد ورقيب. لا تستطيع الدولة زرع عسكري في كل جهاز لمنعه من الترويج والتواصل. إنه جنرال الاحتجاجات وزعيم المحرضين. كانت إدارة الجمهورية أسهل، حفلة توزيع للحصص على المكونات والمناطق والأحزاب، وكان حجم الحصة مرتبطاً بالولاء الكامل، وكان يمكن استرضاء الناس بالتوظيفات والعقود والمقاعد النيابية والوزارية.
تغير العالم وتغير الناس، خصوصاً الشبان والشابات، أفلتوا من يدي الدولة، يتنادون على وسائل التواصل الاجتماعي ويتدفقون، يقولون كلاماً كبيراً وخطراً، يريدون إسقاط النظام ومحاكمة الطبقة السياسية الفاسدة. يقولون أيضاً إن الطائفية ماتت، يخرقون قواعد التخاطب السابقة مع المسؤولين والسياسيين والرموز، كأنهم يريدون إعادة تأسيس البلاد بهتافهم. كل يعني كل، ما أصعب التعامل مع هذا الجيل الغاضب حين يتدفق أبناؤه في الشوارع، يقطعون الطرقات ويحرقون الإطارات ويوزعون الاتهامات. إن عاجلتهم أجهزة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع لمعت صورهم على شاشات العالم، وتعاطف المشاهدون مع انتفاضتهم أو ثورتهم، وإن سقط منهم قتيل تحول تشييعه فرصة لإعادة إطلاق الحراك واستقدام مزيد من الحشود إلى الساحات. كان الخوف حارس النظام والاستقرار، لكنهم قتلوا الحارس. هذا جيل آخر تعب من الفقر والدولة المخلعة الأبواب، جيل يريد أن تكون كلمته مسموعة، يريد دولة عصرية وقضاء مستقلا ومدرسة حديثة وفرصة عمل، لا يريد البطالة والاتكاء على جدران المدن ولا التسلل في قوارب الموت إلى أوروبا. تأخر الوقت ولا جدوى من العقاقير القديمة والمراهم الدجالة. احذروا الاستخفاف بجيل عربي قلق على مستقبله، تحول مقلقا لحكومات تهدد بإضاعة بلاده. الحل الاستماع إليه لا الانتصار عليه. على وقع عشرات الخروق الحوثية اليومية للهدنة الأممية في شتى خطوط التماس في محافظة الحديدة، حذر عسكريون من مغبة انهيار اتفاق نقاط المراقبة الخمس محيط المدينة التي يقع فيها ثاني أكبر الموانئ في البلاد. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، خنادق للميليشيات قرب نقاط مراقبة في الحديدة. وتنقل الصحيفة تصريحات عن أحد القيادات الميدانية قوله أن الميليشيات الحوثية استحدثت منذ إنشاء نقاط المراقبة الخمس 19 خندقا بالقرب من هذه النقاط، التي كان قد أشرف على إنشائها الشهر الماضي رئيس البعثة الأممية في الحديدة. وقال إن قيام الميليشيات بهذا العمل الخطير يهدد بنسف الاتفاق، لكن المستغرب هو تجاهل البعثة الأممية الموجودة على متن السفينة الأممية مع الفريق المشترك لمثل هذه الأعمال الحوثية العدائية. ودعا البعثة الأممية إلى النزول الميداني وإدانة هذه الأعمال الحوثية حتى لا يصبح صمتها إشارة جديدة للميليشيات من أجل ارتكاب المزيد من الخروقات المهددة بنسف اتفاق السويد برمته. وقال القيادي الميداني إذا استمر عدم الرد واستمرت الميليشيات الحوثية في استحداث الخنادق والأنفاق في محيط نقاط المراقبة، فإننا سنعمل على إلغاء نقاط المراقبة كافة بوصفها أصبحت غطاء للأعمال العدائية الحوثية. في جولتنا بين افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم، نطالع ما جاء في افتتاحية صحيفة الجارديان بعنوان بريطانيا يجب أن تواجه الحقائق المؤلمة بشأن تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي. وتقول الصحيفة إن بريطانيا يصعب عليها مواجهة بعض الحقائق في تاريخها، خاصة تاريخها الاستعماري، بما في ذلك تحقيق ثروات في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وتضيف أن بريطانيا طالما تجاهلت تاريخها فيما يتعلق بالعبودية نظرا، وخاصة وأن المزارع التي كان يستخدم فيها العبيد لم تكن على أراضيها ولكن في مستعمراتها في البحر الكاريبي. وتقول الصحيفة أن بريطانيا تبحث إقامة نصب تذكاري لضحايا العبودية والرق، ولكن هذا الرمز الذي يذكر بهؤلاء الضحايا أمر غير كاف، بل يجب أن تبحث بصورة أكاديمية في تاريخ العبودية ودورها فيه والثراء الذي حققته بسبب تجارة الرقيق واستغلال جهودهم في مزارعها وصناعاتها. إيران في ذروة المأزق، ما هي خياراتها؟ تحت هذا العنوان يكتب ياسر الزعاترة مقاله المشهور في موقع عربي 21. حين نقول أن إيران في ذروة المأزق، فهذا لا يعني بحال من الأحوال أن الأطراف الأخرى التي تواجهها مرتاحة وهادئة البال، لأن لكل مأزقه أيضا، أعني القوى الفاعلة في المنطقة. لكن ما جرى ويجري في العراق ولبنان يعكس ذروة المأزق، وإن تفوقت عليه العقوبات الأمريكية بصرف النظر عن المآلات التي سينتهي إليها الحراك الاحتجاجي في البلدين،
والذي يمثل احتجاجا ضد نفوذها. لا يعني ذلك أن لبنان لا يعني الكثير بالنسبة إليها، فهو وإن كان بلد له طابعه الطائفي الخاص، فإن المعادلة التي تمت صناعتها فيه تقوم على حكم تابعها حزب الله للبلد بقوة السلاح من دون تحمل تبعات الحكم. اليوم تجد إيران نفسها في ذروة المأزق الذي يبدأ بعقوبات خانقة تجد صعوبة في التعايش معها بسبب تطور أجهزة الرصد، وهي عقوبات سيكون من الصعب على الشعب الإيراني احتمالها لسنوات طويلة، الأمر الذي قد يفجر احتجاجات جديدة سيحتاج لجمها عبر قوة الباسيج الرهيبة إلى قدر هائل من الدماء، ومن ثم الانقسامات في الشارع. قبل أن نتساءل عما يمكن أن تفعله إيران في مواجهة ذلك كله، العقوبات والفشل ومحيط العداء الكبير، ينبغي أن نشير إلى أن الآخرين ليسوا مرتاحين، فحرب اليمن تستنزف التحالف، ويبدو أن الإمارات قد بدأت تنسحب تدريجيا تبعا لتهديدات إيرانية صارمة بعد ضربة أرامكو. عادت المواقع والصحف الأخبارية إلى الاهتمام بخبر استمرار وتمسك قرية هندية بمواجهة معتقدات المجتمع وعنوان موقع سيلفيوم. قرية تزرع 111 شجرة لكل مرة تولد فيها فتاة. وقال الموقع المتخصص بدعم حقوق المرأة في بلد لا يزال يفضل الذكور على الإناث، قرية مثل بيبا لانتري في ولاية راجستان بالهند تختلف عن سائر الأمة المعروفة بإساءتها للنساء، حيث يقوم سكان القرية بزراعة والاهتمام ب 111 شجرة لكل مرأة أو لكل مرة تولد فيها فتاة، حيث يقوم القرويون أيضا بالمساهمة بمبلغ مالي يقدر ب 500 دولار ويتم إيداعه في البنك إلى حين بلوغ الفتاة 20 سنة. كما يوقع والدا الفتاة على وثيقة تلزمهما بتعليمها وعدم تزويجها قبل السن القانونية. بدا هذا الطقس أو التقليد المحافظ السابق للقرية شيام ساندر بعد فقدانه لابنته الصغيرة في سنة 2007، ومنذ ذلك زرعت أكثر من ربع مليون شجرة. كان أثر هذا أو هذه الخطة واضحا جدا على المجتمع البالغ تعداده 8000 نسمة. القرية خضراء جدا، إلا أن أكثر القرى خضرة في الهند تغير سلوك المجتمع تجاه النساء بتراجع نسبة الجريمة، كما يساهم هذا التقليد في حماية البيئة. موقع عربي 21 تحدث عن حدث فلكي نادر بعد أسبوع يتكرر 13 مرة كل قرن، حيث أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن واقعة فلكية نادرة ستحدث في 11 من نوفمبر الجاري ويمكن رؤيتها من الأرض. أوضحت ناسا أن السماء ستتيح عرضا مميزا عندما يعبر عطارد أمام الشمس، مضيفة أنه من وجهة نظرنا على الأرض لا يمكننا أن نرى عطارد والزهرة يقطعان أو يتقاطعان أمام الشمس، لذلك فهو حدث نادر لن ترغب في تفويته. وبحسب علماء الفلك فإن هذه الظاهرة الفلكية تتكرر 13 مرة فقط كل قرن، وبالإمكان رؤيتها من الأرض، ولن تحدث مجددا قبل عام 2032 إلى جانب رؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس. ولفتت ناسا إلى أن وقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثا فلكيا نادرا التكرار، لأن عطارد غالبا يدور حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض، وفي هذه الحالة يكون عطارد مرئيا من الأرض كنقطة صغيرة. وأكد خبراء الفلك أن البشر في كل مكان على الأرض سيتمكنون من متابعة البقعة السوداء الصغيرة وهي تتحرك ببطء عبر قرص الشمس، مشددين على أهمية استخدام المعدات الواقية حتى لا تتأذى الأعين. حسن عبد الوارث يكتب في موقع يمن مونيتور عن صورة اليمني بعد 5 سنوات من الحرب وعن أولئك الذين لا يريدون لعجلة الموت أن تتوقف. الحرب الدائرة في اليمن منذ 5 سنوات ليست كلها مأساة، بالرغم من أن البروفايل المأساوي فيها حصري بالسواد الأعظم من الشعب، لكن لهذه الحرب بروفايلات أخرى أبرزها ما هو ملهاة أو ما هو ربح وفير ورزق غزير. فقد كانت هذه الحرب بابا واسعا للارتزاق أو الاسترزاق أو المتاجرة في صور شتى وبأساليب عدة ولأغراض متعددة،
ولهذا لا أجد كائنا واحدا ارتقت به هذه الحرب من درجة الفقر المدقع إلى مرتبة الغنى الفاحش يرغب في الإسهام في إنهائها بأي شكل من الأشكال. إن مثل هذا الكائن لا يمكنه البتة أن يذبح الدجاجة أو يسد البئر بعد أن فوجئ بهذه النقلة الجبارة في حياته. وهذا الوصف لا ينطبق على أحد أطراف هذه الحرب دون أطرافها الأخرى، فكلهم بدون أدنى استثناء قد غرقوا في ملذاتها ومكاسبها، حتى النخاع الشوكي، جماعة الفندق كجماعة الخندق كجماعة البرزخ وبقية الجماعات الصغرى الأخرى. إن الطرف الخاسر الوحيد في هذه الحرب الذي عرف مغرمها دون مغنمها ومندبها دون مكسبها وحزنها دون مزنها هم أولئك الذين فقدوا عزيز أهل أو مصدر دخل، وهذا الطرف هو نحن، هذا السواد الذي هرم في 5 سنين 5 عقود، بل طفح خلالها بقدر غير معلوم من الأمراض لن يظهر معظمها إلا بعد حين، واكتوى بويلات مختلفة الأوجه ما كانت لتسنح صورها في خياله قط، مهما تمادى هذا الخيال في عميق الكآبة أو شديد الضحالة. لا تبحث عن صورة اليمني في مجد غابر أو بهاء قريب الذاكرة ناهيك عن بعيدها، إنما صورة اليمني الجديرة الآن بالمثال هي صورة هذه الحرب التي لو قدر لها أن تطول عمرا سنة أخرى فقط فلن تجد حينها لليمني صورة تذكر على الإطلاق. الصور المعبأة بالألوان بعيون عدسات محترفي التصوير والتي نشرتها صحيفة الديلي تلغراف في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة، رسوم الكاريكاتير، فن لنا معه جولة في كل حلقة من كشك الصحافة، نتابع. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.